بنعمته تتم الصالحات، وبفضله ومنته تزداد الحسنات، وأصلي وأسلم على خير وأفضل البريات، وعلى آله وصحبه وأمهات المؤمنين الطاهرات، والتابعين والتابعيات، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والقربات. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التحية وحتعليق سارة جانبك التعليمي يرحمكم الله، لكن ما أنت بسانة للسي بل وحير شويات خمس دقائق من المعقول معها. فحاوت عسيين هنا إن فلسطين ولا عليه أنا فلسطين إنا لله وإنا إليه راجعون. فإله شهاده ذه أقبله بالأخص إن قائد حركة حماس أنت دعوانا إلهي هاوبوغ دقيق. فنصرا مؤزرا أرجينينا إن شاء الله، قلوبنا ودعواتنا معهم. أما بعد، إن جانبك التعليمي سدح نقضك سوكوبينا نقضك واد وحاواي هو أيضا هرس إنا أيضا وحبرته. أنت وحدك إيماني جهلي من إيمان كرو، يعني جهلي وحدة مكيني كرو عنك وضع هو أيضا كو إنا وحبرته، خصوصا علمي الشرعي بالأخص أحكامته وقوم همسن دهارة إن عبادات كذا. كل شوي إنا ده يا شيخ أثابك الله إن واحد دهارة إيه أما خصوص إذا إيه وأمر والبا مشايخ ذي إن سنوي دينين إيه برتو إن مشايخ بدن ويجران وحكى له جرا عالمات بدن أمنا عائشة كوكا رضي الله عنها وأرضاها فقيهنا وإهد مفتينا وإهد داعينا وإهد إن فاطمة أحمد السمرخندي أيضاً أبها ذو حوالي في كتاب الله ده إن تحفة الفقهاء مروى الفتوى ذا قرى صحيح هذا صحيح سوال سقرب ليك جري أندلس جامعة قهريسي فاطمة الفهري أس أستي مارك الدور في عن قبلها كليهن نقطة ضلبات وحاوعي علمي إني وحبرته. أنا كاد مذهب كينوا شافعي الإمام شافعي يتيمو أها هو يدي ساقرب سيسي إن رحمه الله. سيدوكال ابن حجر أسيقنا ولا شيس أقرب سيسي سيدوكال أصح كتاب يعني كتابك إلهي كتاب كدن بيقض يعني كتابك إلهي كتابك كحيق أو صحيح سن علماء دوحي يسكو يجمعينه يا صحيح البخاري مؤلف كصحيح البخاري محمد بن إسماعيل أغانو أها ولبا مركو يرا إندولو أها هو يدي سأد وقود عين جرته دعاده وحاوي وحير ربتي وعنقيق مستقبل أوروبا كذا كذا وحاصر هنا أيضا وحيربت إنه يعني حلق العلم جيسه أو علم جي أو برسه سيوجد عيني سي الحاح والدعاء نتاس وكذا ذننا سيوجد عيني سي هبيك الدنب وحي كريات النبي إبراهيم وحورا يا هذه عنق جارق ولا سعلي فانطلاق العلم مش سوق بلاوي الإمام البخاري رحمه الله نقطة سيد حاد وحواية وحي برتي مجتمعي إنه سيوجد بسه لبا رسالة يقدم بيسو ختامك رسالة كوا دحوا علماء إن هذا إذن احترامنا إن تقديرنا والذين إلها أصلا إذن فضلة وحربنا ترتيب إنا وح سكو شيكتين يعني عامة ما فهنسنو خلافك مسائل سكو يستين ما فهنسنو ما أوجو توصل إيه أسماء والصفات وحس عام وح ما كفهميس لكن وح أوجد شيخ شيخ كلا سكو يعني إصلاح الله يعني ماشي محاكا دالانايو إن اي عامده كديرتو إن اي عايسو مشايخ دي دقن صومالينا ماها أخلاقنا ماها ديننا ماها وحاكا دالانايو ثاني شيء هيبادو علمادي هيبادو علمادي هديد هوس او دعذانه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خطكي كبحاين قفا كديرتو إن اي عايسد وحكا مقادنيسد فساتكو سيسو عنا مركا المي مهجر كآذي قارة كريستانكي نقضي قارة ملحدين اسكا نقضي قارة تشيع قلي أخلاق انحطاط أخلاق إن هذا هو صعدا بلدك وبكجرة مالك لأنك ورادين تواصل اجتماعي كان وقفلا مركة علماء الله خير الله يدين سيو تتكاس ساوسو علي لهذين وجنة أقوه قامي لهذين توبة دانا ويفرنتها يعني تتك يلقسي أرققحين أفر إلا باتنك ساع توبة واحي ستا لو متبس نفت قرقرة دين أيماتو علامات الساعة الكبرى أو أهد غربي إنك صوب أحد قرحة وقت يا دمنين لكن موجن لحظك بعدين دمنين موجن وحاء هبنا وحاء إنا وضع دمنينه لكن ماذا بعد الموت
dadka marka in isku keentaan idinka idin karaba in athabakum allah noqdada labaad waxa u dira dulab ilm sharciiga ardada barta tacassub ka hajojiyan sheekh sheekh kale la hadlayo ardada shaqi kale ayayne sheekh kale daaciisid maxaa ka ogtay inuu ilaahi manzil cadiim ka joogo maxaa kugu dhacay man caada li waliyan mashaaikhda xala ixtiraamo waxa jira kayfiyatu radda jiro يا أخي ملاحظة ساقبة دليل كان واكنا تفضل كان دليل كان سي احترامه حنا كجرين عاي كجرين خلاص آداب طالب العلم أردد الشريعة تاسا أو شيء نقطة لبعض شريعة إن تهي الحياة مش مسجد يدوكس قرآن كامل وان كل زمان صالح أتاي مركو أردد ثانوي كبحو oo dhaho kuliyada gashay kuliyada shariicada ee adiga shaqo maxaa ku shaqeysane waxa dhahe ashraf khalqillah muallim waha qofka khayrka baradadkana hatta alhitanu fil bahr malaa'ika badda ku jira hitaa dambidaafo ilaahay u weydiina noqdada labaad wixii aad ka barateen masaajidka iyo xalaqaadka ama jaamacadda leh hala tafciiliyo lahadaa shwayad daqiiqtan bas khalas هاي الله يبارك فيك يرحمك الله دقيقة بس خلاص أختم الله يرضى عليك مركا يرحمكم الله علماء إن أرض هذا شريعة هذا مجال وينها واسع وين وحالا إذا كربا إسبتال هذا معها إن شقيك رات سنين ست تضوع أحكام المريض إذا كبرتين صلاة المريض إذا كتقانين بالله أمد جرنيد ويهل ما من صلاة لقربه جبيرة إذا كتقانين دتك وح وشيقة ست تضوع يا مضوع تضوع يعني ست تضوع دتك وحل أقول شيءه إن مقتلة الأموات أحكام الجنائز ذيك تقانين دتك وحل أقول شيءه مسافرين تا صلاة المسافر وصاحب ذي السي قصر جي تقديم كجمع التأخير كذا كذا دتك وشرحه عمراض إيه حدش مركل الجوق من أين أبدأ يعني دورات ولا صمايها لسيح وجي ست تضوع هذا شركة الطائرة وحقق أذنيني ست تضوع دتك وحل أبرو إعلامك والإذن كربا يعني حديث كان صحيح واي مشهور واي غريب واي عزيز واي وابرته يعني صحة الخبر إعلامك آذو أربا قف إعلام شريعة يعني ما لا يعني حدادك أخلاقي جمالي والبنالوس وقد بنا أيوه إن عرير ستين وإذن كان خير كوئين سميسين سيداك لأ بنوكتا انفقوا المعاملات إذن كبرته مركوان سوكوبا قلاصة دان سوكوبا وحاواي بلغوا عني ولو أعلى آية بلغوا تكليف عني تشريف ولو آية تخفيف أكتفي بهذا القدر ولله العون والسداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقهرين وسلامة يا دمانك سوقب قلياش برنامجك دودين وحيكو سابتناني ساكالين تهوينك سوماليتي كليهين من نمضة ومضة sida uu kala waajiyay xariiriyaha waxa lagu kala sareeyo horta waxay tahay inama yakhsha allaha min ibadihi alulama arinta haweenka markii loo soo jeestana waxay qadiyadaas indhabeelisay laba daraf oo aad u kala fog dhinac had gudbay darafun farada wa darafun afrada kuwa ka dhigay haweenka سلعة تباعي كوكا ديجي إنه نلاش هذا كليه كوكا وانتهي سدح أرين من بدن أمها إلى الدنيا من بيت أبيها إلى زوجها ومن بيت زوجها إلى القبر أيضا حال هذا هاس رقمك لدوان إجيران عصورتي وإزبد شيء دمركين ويهور مرين أقانتي ويبرتين مركا هل كانوا حكا قلنا كالنت هوينك سومالي دي كليهين من نمذ أمده وقتي جو عريري أوجد موضوع بلارم وعي لكن وحاسكو دينا إن السوق أبنو وجهرين سواش وجهرين سو حكوا بلاويا حكيم حسين ومحي دور هواينك جريتانك قويسك إيو تربية عرورتا مهمة أي من نمط أولى ذهاي كسودو حكيم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان مسؤولين يا الشعب علماء الصومالية ترقية مربى وحديثكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني انت على موضوع أقول وحن التعسينا ومدى الصومالية وذا مسلم كأه يا دمان ومدىها مسلم كعالم كجرة كرهان غير فلسطين يا أخواننا في غزة إن الله سبحانه وتعالى كصبر سيه نصر قوضنا إله أسود الدجيه إله سبحانه وتعالى أخونا إسماعيل هنية إنه يقول بدل دارتان وكتك دارك غير بدن يا أهل كيسة أهلك غير بدن ومدى رير غزة يا مسلمين تورلنا إنه إلهي سيه قائد بديل أه ووحي أساق وقرن واي أما وكقابي أما عن لو قدرين إلهي سبحانه وتعالى أساق ووافجيه ومدى أن حرني مدى إلهي أسوء عليه. أنت سكدب أن قبر الصوماليات من حيث سؤاش أن دورك أي كل هذا هي تربية هذا عرورتا سوى قدرة وليس دورك أي كل هذا هي تربية هذا عرورتا يسيدة أبار إلهي من ماذا سؤاش سوى ساسما أن دومرك أما الصوماليات هذا أما عيدك استاء هذا أن دومرك وشقائق والرجال إلهي سبحانه وتعالى رجع أنتو كلفي دومرك كموت تجن القرآن كذا وذا أخرنا وأسأل الله أن هاي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المسلمين والمسلمات والقانتين والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية هذه رجع وحلا فري أنا جن وأنا لفري لكن فسيولوجيكلي أيان كلا دوينها أنا جا يرجع وأنا حكمة إلهي سيد مجتمعان وأسي سعان لها وابن آدم وأسي بدن لها ونلاش يجري لهيد kala bedenaan taasi physically inay ragguna rag noqdaan dumar kuna ay dumar noqdaan ay ku xiran tahay taasi ma keenayso in cibaadadki iyo acmaashina loo diray ay kala qaybsan yihiin raggu wax ma qaba karaan kaligood dumar kuna wax ma qaba karaan kaligood ilmaha in la tarbiyeeyo aabaay hooyada ka dhaxeysa gaar ahaan hooyada waxa loo siiyay ilmo waajilayn yihiin hooyaduna ayda taqaana waxa jilacsan sida loo ilaaliyo taqaana min ay caloosha galaan ilaa ay soo baxaan ayay shaqadeeda tahay inay ilmahaas ay ilaaliso oo ay bulshada ku soo darto ilma caafimaad qaba oo qaban kara oo bulshada isku hay kara oo ixtiraami kara oo yaqaana shaqadii loo dirsaday amaanadii iyo sidqiga iyo runtii iyo adeeg iyo ikhlaaskii iyo hufnaantii iyo xoog furnaantii ilma yaqaana inay bulshada ku soo dirto dowrkaas aan laga rabaa taas inay qabato waa shaqo culus waa shaqo adag waa shaqo u baahan farsamo iyo fikir iyo xikmad iyo maxaan ku dhahayay xirfada dheerada waxay u baahan tahay in lagu garab istaago la baro horta marka hawshaan ayada marka hore qof wuxuu noqon faaqdi shay la yaciitay hadda waa tii la lahaa qofka duusan waxa aqoonin ma qaban kar qof kasto shaqo u dirsanaysid waxaa laazim ah inaad tarbiyeysid inaad bartid kadibna aad tababar la daba joogtid sida shaqadaas uu si qurux badan ugu qaban lahaa shaqadaas markay hooyadu qabanayso waxay u baahan tahay garab istaag dhinac walba hadday culimo tahay iyo hadday caamo tahay iyo hadday ان دولتها يهدي عد كستها حتى درسك أي أبانتها إن يجرب استعان مركا وشقة نجوا هذا الحيسة شقة معها كل جيت لوها اللينا دو مركا الصوماليات وكت بدينهن دو مركا كلا ويكا ويكا أنا محن كده هاي كأد أبجيهن وأنا كشقة بدينهن وحالجوس وداي مسؤولية دو ذي أيها الله دري يتي أبها الله دري أيها الأسكوك دري marka kuma soo saareysa dadkii aan rabtay runtii laana waxa keenaysa qofku intuu qaba karo awoodiisa way xadidan tahay marka maxaan ku dhahaa dumarku waxay u baahan yihiin inay helaan garab istaag run ah si ay caruur sax ah u soo saaraan hooyo la dhahaa adiga biilka raadi adiga maxaan ku dhahaa shaqadii aad adigii maxaan ku dhahaa bax adigii howl kasta qabo ilmihii yar yarka kama warqabi karto ilmuhu waxay u baahan yihiin in ihtimaam la siiyo oo tarbiyadooda waa lafdhabarta mujtamacee ay hooyadu u istaagto waajibka aabaha saarana waa inuu ugu kaalmeeyo arintaas si mujtamaca uu mujtamac nadiifa u noqdo. Waxaa u gudbaynaa kelmadda xigta waxaa siinayaa ustaad safiix cabdulaahi. Safiix xaaji cabdulaahi, sidee bay u saameeyaan caadooyinka bulshada ummadda soomaaliyeed, sidee bay u saameeyaan doorka haweenka iyo midnimada bulshada? بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاش محمد
هذين كوا حكم إذا كوا دارا يعني كوا دا هرتم الله حتى أنا جا بحال هاي حق من السماوات نوصل له لكن حقوق دول كتالي أما ما حقنا الله مسار مرك هذين كا يعني وحكي صوب لابن إسا قرية كصوب لابن إسا يعني قرية دحدي سبكة لين حقوق أيدي ولا كده للسنين أو مرة بلا ده كده قال نظيف سان سماء سان سماء أقعد ولا كده عذاب أقعد ما شكوك صعب لابن يساعدوا إنك إن جبر قري هذا كويس سنان يحقوق كويس بناك ما كيسو استكت ديرنان مهليسو ديرنان مهليسو ما هلي كرتو حق هذا ما نعسان كرتو إن قد يد لو هتنو حيتها جودة رأيي جيدي أما قد يدني كهذا شدي ربطه وحلي يعني دم رياتها هاي واي رجع هرتو ذم حقوها الله يسا قف أمين يسا ملا قف دقيسا يسا ملا عن إن تنكلا إن قبلها أي قد حدو ذيبا ما هستان هنا الله ما أمين سنة إن سيدا ذبا وا مر والبوحي تاجن تاي قولي جينا محن كسو وايبا سنان gurigeena waxaan ka soo waayay marba buma ka difaacay ku jirtaa dagaal iyo ku jirtaa ayada dhan qof waxa waayaba uma soo jeedaba tan kale een aadooyinka waxa kamida gabadha inay waxa kale oo ka hortaaganba inay ragga markay arimaha dalka ka hadli rabto arimo diin ka hadli rabto la dhaho sidaadaba gabar yaa u baneeyay inay ragga hortooda soo istaagto gabadha yaa u baneeyay marba buu la dhaho gabadha yaa u baneeyay دينت إسلام كان عائشة رضي الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم قداشي أفتن سنة يعني دين تبدأ كبري سي سياسة دينا كهل لي سي أم سلمة كم يدهد صفية بنت عبد المطلبة كم يدهد أنا قمرك وحانا القروة إن عن دمرهان سيدة أنا بسمنانو أنا قد حدين كود ورابا إن عن سنان هلنو كدب رق مركا سي أما كورتو ديستو إساي كرنا أما عالم كهل لي كرنا تنكالي waxaan la garabaa inaan iswaafajino dhaqanka iyo diinta waxaan la garabaa inaan helno gabar wax baratay gabar aqoon baratay gabar diin baratay gabar ku faanta diinteeda iyo asturnaanteeda horta inaan helno kadib aan helayna wixii oo rag la tirsan leena ama la simnaan leena markaas aan helayna هذه أمة سنتهاي أباي صفيو هذه أمة سنتهاي سؤالش حكته وحاقود بينه منو وام حي عقب ذا هرتاجن إن أي هوان كصوماليات هرمود النقدان من نمذ أمة ده أستاذ آمينة حاشي قبانة كسرو الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وكتعسينينا قائد كدنت إسلامي قاه وقت واحد إذا ترتيس لما أنت سبحان إنك سلام يا قف والبا منصبك يا مرعى وما شكو فليه أنت مركان كجدبة عقب ضها كهرتاجا إن قبله هر مركا ومضى أي كقيب قاتان لبا عقبادود ايان اسكو دايا انان كسو قاتو هدي الله ايدو عقبادا اوغو هريسا اوغو نوين وعقبادا قبلغا وانا ميد الصوماليا اوغو وين هيسا تامانت عقبادا قبلغا مركان لبا دين عكا فيريو كو غبادو غروغا ايكو دالاتو فاملكا ايكا دالاتي ايا فاملكا ايو لحظي لبا داس امبان كسو قادان ايا فاملكا غبادو ايو دالاتي وحال اوغي هاي gabadha markay gabar inana tahay waxa la yiraahdaa hebl cideedii wali lama aqoon ko hawiyadeeda la lumiya waxay dareentaa inay san haysan intimaac meel ay u nisba sheegato maxay yeelay wali waa mu'allaq maysan guursan lama yaqaan cid ay biirin doonto midda labaad oo isla qoyska gabadha ay ka dhalatay uga timaadaa waxa weeye markay gabadhii guursato oo ay reer yeelato caruur ilaahay siiyo soomaalidu waa dad dagaashay saad ogtihiin gabadha wiilka ay dhashay
waxaa dilaya wiilka dadis dhashay ayaa dilaya oo abtigiisa dhalay maxay gabadhaas markaa dareentay faamilkaas inaysan wax ku lahayn xuquuq ah waayo wiilkii iyadu eedada u ahayd ayaa wuxuu dilaya wiilkeedii la ajla wiilkaas qabiilka uu ka soo jeeda meeshaas markaa waxaa ka baxay xaqii eedonimo iyo xurmanimo ee qoyskaas ku lahayd gurigiina way ku soo waysay mujtamaci markii dhibaato dhacdana mar labaad ku waysay islaakii ay u wareegtay gabadhu oo ay ka mid noqotay mar labaad ku waysay laguma xaq dhowrin musaaharada laguma xaq dhowrin inta badan dadka diriraahi waa dadka isla degan saa ogtihiin dadka isla degan ninku saaka wuxuu ku duulayaa qoyskii uu gabadha ka qabay quraacay samaysa aabaheedii walaalkeedu ku duulay waxa laga yaabaa intuu soo dilo inuu soo laabto caawa mucaashada zawjiyana weydiisto gabadha mashaacirteeda maxay dareemaysaa labadii dhinacba marka xagga qabiiliyada waa ka dhibaatoobeen gabdhihii way ka dhibaatoobeen guud ahaan marka gabadha maxaa halkaas uga soo baxaya waxa soo baxaya gabadhii inay noqoto qof han yar oo aan han lahayn maxaa yeelay shaqsiyadeediyaa la baabi'iyey bulshada ku soo dhex kartaa baabi'isay qof han yar oo aan han muuqdo oo weyn u yeelan karin ijtimaaca bulshada iyo ummadda soo marka guud ahaan waxaa aada wajhu shabah ka dhexeeyaa dhulka iyo gabdhaha soomaaliyeed dhulka markii qabali loo diriray waxaa soo haweysday dad bannaanka ka ah gabdhihii soomaaliyeedna saas oo kale markii qabali loo diriray waxaa qanimaystay oo haysta oo haddaba la ogyahay ajnabi weliba qaarkood gaala yahay marka annagii dhulka wajhu shabaha naga dhexeeya mar labaad uu shabaha kaloo naga dhexeeya waxaa weeye dhulka ciddii beerataa mira uga soo baxaan annagana ciddiina beerataa mira nooga soo baxayaan cid alle ciddaan la noolaano ayaan ku cid noqonaynaa yaa marka annagii dhulka noo ah meesha keliya ee aan harsan karno waxaa noo ah halka geed oo weyn oo aan harsan karno midnimada soomaaliyeed gabdhaha soomaaliyeed halka qodob oo ay ku noolaan karaan ama macno u samayn karta waa inay ka baxaan shaatiga qabaliga ee ay harsadaan midnimada soomaaliyeed hooskeeda annagii dhulkuba waan u dhibaataysanna caqabada labaad waa caqabatul jahli faaqidu shay laa yucdi gabadhu maxay horta waddankeeda iyo xuquuqdii waddankeeda iyo midnimadii waddankeeda u sacaysaa shaqsiyadeediiyaysaba aqoonba wixii looga baahnaa iyo risaalatul xayaadaysan bahaynba mas-uuliyaadka ilaahay saarayybaybase waxba ka garanaynba ilmaha ay korinaysaysan u haynin wax ay siiso oo ah macluumaad iyo aqoon sideedaba 7 sano ugu horeysa ilmuhu wax bartaan madarasatul uulaana waa hooyada haddii ay cunuga ay dhashay iyadu la mid tahay oo aysan waxba dhaamin waxba kuma soo biirinayso waa ilmo ilmahaya aad aad umahadsantihin waqtiga iga dhacay ustaadada aaday umahadsan tahay pointii aada u muhiimna way ka dhawaajisay dhaqamadane wax wanaagsan iyo wax xunba way isugu jiraan soomaalida dhaqamadeeda waxyaabaha kamida waxaa kamid ah inay dhahaan sirtaada naag ha u sheeganin iyo naag lalama tashto iyo doqoni naag ninkii u jabaa kama guuleystaan iyo maahmaahyo badan oo dumarka lagu liidaya ay leeyihiin bal islaamka guulihii ugu waaweynaa tala dumar baa lagu gaaray waqtigoona kulaalaya awgiisa doorka dumarka ay leeyihiin halkan kuma soo koobi karno fadhiyo badan u baahan yahay waxaa u gudbinayaa su-aasha ugu dambeyso ustaadad faadima waa maxay doorka ugu weyn ay haweenku leeyihiin dhisidda midnimada ummadda iyo waa maxay heshiisyada caalamiga ah sida ay uga qayb qaataan burburinta midnimada qoyska ku soo dhawo doctoressa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ustaad waa mahadsantaa horta doctor weli ma gaarin halay duceeyay inaan gaaro intaas ka bacdi waa idin salaamayaa runtii wax badan oo naga burqa lahay markii la yidhi waqtiga gabdhihii qalqalaa ku dhacayba waan fiicnaan lahayd maanta waqtiga ilaa maqribka halaysku gaaray keyna in faraha noogala qaado maadaama 11 mixwar hal mixwar ku leenahay mowduucana uu yahay mid aada u xasaasiya u baahan in wax badan la dul istaago marka wixii aada aragteen waa ku raali noqonaysiino
وحوغا وقتك سيد الله لها يددك عريري بيدري مايا انت هسك بعدي إن لبس سؤال أيال اللي ويديي أو كسابسن دورك هوينك يكليهين من نمضة أمضة يسيدو كالي مواسيق العالمية عالمية أهوم حالي رهيشيشير عالمية إيو كالينتا إيكو قاتان بربرون تقويسك يا من نمضيس إن مدى هورمار كان كوب بلابو هوينكو كالين تأوين يكليهين من نمضة أمضة إنك قيب قاتان خرانو وأوغسو قيب قادي جيرين حدا يوليك قيب قاتان إن ضد في رواس كجيران لكن أنت وحق علمض أوه الرئيس دور كسو أجهي وأنا قرسيهم إن وحن ربعنا هؤلاء كمان تفرين أدراه محل غير هذا وحبذنا وحال لها وحس دين تأدين ديد دين علمض عن كبذنا لورسا ما جرت علمض واتنة هذا رجع دمره قداشوا الصومالي دين لجورسنا قداشوا الدين لجورسنا ماله marka gabdhaha cid wax u diidan malahane in wixii khalad jirana waa la saxay taas ha ku bishaareystaano aada aan badad ajendayaal kala lay u sheegin diintina wax idin diidan iyo culumadiina taana baabkaas waa soo xiray marka taasna waxa waaye nuqta aad u muhiim ah fariin ah in dowrka haweenka marka waxaan rabaa inaan namudaj oo haweenka Soomaaliyeed dowrka ay soo qaateen qadiiman wa hadiisan een haweenka marka Soomaali ay wax noqonaysay waxay kamid ahaayeen dadka dahabkooda gaday dagaaladii ka qayb qaatay maxaa la yiraahdaa isticmaalkii la diriray taariikh galay qartaalooyin loo dhiso xawataa ka kamita waxaas waxay ahaayeen midnimada ummada iyo ilaalinta jiritaanka ummada laga shaqeynayay iyo in Soomaali dad la yiraahdo la helo madax banaan oo dal iyo dawlad ah een kaalintoodana maalmay u baahan tahay in laga sheekeyo waana waxa da taariikhda lagu dhigo umada ka wada dhirigsanta Soomaali markay burburtay oo la kala tagay oo qabiil qabiil isku dilo balaayadu dhacday haweenku kaalinta ugu weyn ayay waxay kala hayeen isku keenida bulshada iyo dadkii dagaalamay een horta koow hooyadu waxay noqotay badbaadada kaliya oo la haysto oo meeshay rabto u gudubto bila xuduud ah hadka aan lahayn raashinkay dadku u gudbin jireen dhaawacyada kala gudbinayeen waxay noqdeen hamsatul wasli dahsoon oo bulshadu ay ku badbaaday ayay noqdeen een markii la aaday in heshiisyo la galo dawladnimada Soomaali dib loo soo celiyo waxa ugu weynaa maxalli shirki carta ayaa ugu weynaa Soomaali isku soo celinteeda oo dawladda xilliga soo bilaabatay ilaa hadda ay socotaa dawladdi ka horeysay oo madaxweyne Cali Mahdi lagu soo doortay markay timid waa tii dagaal hareeyeen een shirka carta intaan la aadin magaalada Muqdisho namudaj u soo qaadanahay hoggaamiyo kooxeediyadii ragii ahaa ilaahay dambigooda hadhaafay kulay duruufta ayaa xilligaas ka dhigtay dadku dad xun ma ahayn een meelay kala xirxirteen waxaa laga waayay in la isku gudbo wadadan ma kaalmo karoma maanta quruxda badanne waxay noqotay maxaa la yiraahdaa waxa ka soo dhashay geedjin iyo qadxo qof mar kartaa la waay haweenka bulshada rayidka ee gobolka Banaadir ayaa maalin go'aan qaatay xamla inay magaalada isku furaan maryahooda ay soo qaateen dhagxaantii meesha ka qaadeen isbaarooyinkay burburiyeen magaalada Muqdisho maalintaas ay isku furantay waxay ahayd kaalin ragu oo san qaada karin laa ragu is dilayay inta ka tilaaba dhanka kala ma tagi karin marka midnimada ummada iyo isku furanki ummada inay isdhex gasho ayay haweenka bulshada rayidka aan ku soo koobayna ma hal uma tiri karno way tira badnaa ilaa 30 iyo dhow haween ayay ahaayeen waana maxay ahayd ummadun waa u naalooto maalintaas ka dambo khad cagaaran wax la yiraahdo ma jirin ayaga khadka cagaaray burburay marka carta la aadayay shirka carta waxaad ogtiin waxa asal dhig u ahaa bulshada rayidka iyo aqoonyahanka haweenku waxay ku lahaayeen kaalinta ugu weyn in ragga la mideeyo waxay gaareen in mararka qaar ay tahan maryahan dhiganeyna ragu markay kala xanaaqaan inay gabdhuhu dhulka seexdaan mararay gaareen taariikhda dadkii ka qayb qaatay shirkaas waxaan ku bilaabaa gabdha culumaha kamid ahaa runtii doreysa shukriya kamid ahayd oo hadda maanta noo jeedinaysay maxaa la yiraahdaa in kelmadda doreysa Saciima ayaa kamid ahayd doreysa Maryan Qasim oo wada taqaaniin ayaa kamid ahayd waxa kamid ahaa gabdha siyaasiyiina sida wasiir Fawziya oo wasaaradda arrimaha dibadda
soo noqotay waxaa kamid ah Asli Xasan Abaade gabadh bayloodka ahayd duuliyaha ahayd ayaa kamid ahayd gabdhii qaatay runtii waxaa kamid ahay Allaha uu naxariistay wasiir Khadiija Diiriye oo runtii kaalin weyn ka qaadatay waxaa kamid ahay in dadka howlaha badan ee midnimada ka shaqeeya Xaawe Cabdi Allaha uu naxariistay in fanaanadeena Faadumo ayaa kamid ahayd oo ayadana in runtii door weyn ku lahayd in ay isku keenida maalin ay ka sheekeynaysaa Allaha uu naxariistay clip laga duuban arkay ya Madina General Allaha uu naxariisto waa saas dad badan oo inta lagu koobi karin namuudaj aan soo qaadanaynaa he oo Soomaali qayb walba caasha haaj cilmiya kamid ahayd oo maxaa la yiraahdaa ayaan hore bilad sharaf ay hawanka Soomaaliyeed ku siiyeen doorka ay ka qaadatay in kaalinta shirka carta doorka ay ka qaadatay bilad haweenka Soomaali lagu abaal marinayo lagu siiyay marka ilaa aanadaane kuwa hortiina fadhiya kamida kuwa xagga hoolka fadhiya kamida kuwa kale oo maqan oo guryaha jira kamida maxaa la yiraahdaa kuwa duruufuhu meel nooga hayaan oo baladku hadduu amaan naqdo soo burqad doona kamida kulligood waxay ka qayb qaataan midnimada iyo isku keenida bulshada gabadhu qoys ay ka dhalato qoysna waa u dhaxda waxyaabaha Soomaalidu isku ixtiraamto waxaa kamid ah musaaharada iyo sadoxnimada ah wax badan ayay ka qayb qaataan marka dowrkoodu horan waa u jiray ilaa haddana waa taagan yahay laga mana marmi doono hadii la rabo in wax la waxeyo walaa budda haweenku inay ay ka noqdaan in meel dhaxad ka noqdaan waxaan su'aashi qaybteeda labaad oo ah mawaasiq dawliya wa atharuha fi hadm al-usra waxaan rabnaa in runtii abaaya sheegtay ustaadada waxay tiri haweenkii markay inta laga dayacay waxay tiri dhulka Soomaaliyaba acdaa ayaa heshay oo meel cidla oo baylaha ayay ka heleen baylahada waxaa kamid ah haweenkii markii la yuryuriyo la yiri waxaas dhaqanku idin ma ogola waxaas diinta culumadii idin diiday hadda insaanku makhraj un buu raadsanayaa ariir qofku ma jiraayo hadii qolkan afarta dhinac dadka looga xiro darbi ay jabsanayaan dadku haweenku waxay ku qasbanaadeen wax ayna rabin inay jabsadaan maanta culumadii oo kala maqnayno hal fariin ayaan rabaa in arintaas idan kaga sheego hadaa la heli waayo ajendo wadani ah oo islaami ah haweenka lagu haayo dada ajendayaal kale iyo baase isku haayo liba waan isku gudarayaan haw adeena lagu ma eedayn karo dadka daaqa ku jirta meel ay ku bixiyaan ay rabaan in maxaa la yiraahdaa shaqo ay rabaan waa in loo helaa ajenda islaami ah oo wadani ah oo gabdhaha lagu haayo gabdhuhu gaalana ma rabaan mana jecla laakiin markii albaabada laga soo xirxiray ayay meela jabsadeen haddana waa u sheegaynaa albaabadii waa la balaqay ku soo laabta ku soo gudalaabta dalkiini dadkiini iyo ragiini iyo culumadiini runtii oo diyaar idin ah in waxa kamida marka mawaasiqda dawliga ah waxyaabaha qoyska iyo midnimadiisa burburiyay ugu horeeyaan in laba qaybayna ka soo galeen laba hab aan ku soo koobayna in kitaabka horta inoo la soo saaray codsana wiilashii in farsamayaqaanada kitaabka sawirkiisa inta noo soo saara hal mar in waxa kitaabka qortay Dr.Aysa Kamilia Xilmi Maxamed gabar la yiraahdo in UN ka in badan u soo shaqeysay gabar culuma ah in kitaabkeedaas laba qayb ayaan ka sheegaynaa waqtigu waa dhamaada aniga xataa lay leeyahay marka maqribkii aan gaareynaa maqribkii culumada haye maisla aqbalsana gadaal aan uga darno Ustaad Cabdullaahi oo waqtiga marka waa soo koobaynaa laba qayb ayay ku soo kitaabka nuxurkiisu yahay kitaabkaas waxaa lagu soo bandhigay maqaasid gabdhaha culumada ku soo bandhigay waa raadsan kartiin maxaa la yiraahdaa social media iyo baraha uu leeyahay maqaasid ayuu asagoo faahfaahsan ku jiraa kitaabkaas laba qayb ayay mawaasiqda dawliga ah sida mawaasiqda dawliga anaka noola ma dhisin waxaan rabnaa inaan hal xabo ogaano dadaa sameystay dadkaas isku diina qaarkood ma nihin isku aragtina ma nihin waxay rabaan ayay ku sameysteen marka laba shay ayay usrada inay ku dumiyaan ay u mareen laba hab habka koobaad waxa waayay in laga leexiyo guurka dhalinyarada guurka saxda ah in dhalinyarada laga hameeran habaabiyo waa tan hadda sawaaji midle iyo balaayo iyo zinada iyo wax kasta la fududeeyay taas waxay ahayd hab ayay ahayd habka labaad wuxuu ahaa usra qaaima hadmu usra qaaima
إن لا بربريو أسرها محله بربرينا أسرها دسن حقوق المرأة وحال حوجنا حقوق المرأة وحال حوجنا حقوق العرورتة وحال حوجنا المرأة اقتصادك مرأة سياسة معناها مواضيع قرحان باركو هذا مركز لو جيرو لكن أجنديال كالي أي كوهوس جيران أي لو بربري برشدي يوم حالي رهدا إن مواثيق ذا قيس من ما مركز لهذا أنا واتلا شيء إن قيس كأي كسب اللابتو مركز قيسس كينا خطر أي كجيران إن وحين خطر وجيران مواثيق ذا دولة أه س موضوع عن وقت ما هينا فهذي سلوك لو هلانه أيضا أساتذة أجدين أيها الدكتور الشكري كمدينة الدكتور الحكيمة أيو كجرا بيجك مركز مقاصد للدراسات والبحوث والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.